تعيش العاصمة ومدن ولائية أخرى منذ وقت طويل أزمة متكررة ومقيمة في المواصلات دون وجود رقابة على المواقف وعلى تعرفة المواصلات في كثير من الأحيان، وغياب شبه تام لأي سلطة على مستوى الفعل رغم خطورة التراخي في النظر إلى هذا الملف بعين الجدية لما يمثله من ثغرة كبيرة في بنيان الانتقال السياسي بسبب تأثيره المباشر على حياة الناس في كل المستويات. الشعب السوداني من أزمة إلا وتطل أخرى مثلها أو أكبر منها من وقود وخبز وغلاء طاحن، غير أن هذه الأزمات دائما تكون في حالة مد وجزر. لتخرج أزمة المواصلات من هذه القاعدة التي أضحت من سمات ولاية الخرطوم، فأزمة المواصلات التي تفاقمت يوما بعد يوم استمرت لسنوات وفشلت معها كل الحلول الحكومية كانت أم أهلية، كل هذا كان له انعكاسه السالب على حياة المواطن السوداني الذي أضيف له هم آخر إلى همومه، بل هو أنكى وأمر لتأثيره الواضح على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتتوزع الاتهامات في من تسبب بهذه الأزمة ما بين الهيئات النقابية والقطاع الخاص والجهات الحكومية التي ينبغي أن تقوم بدورها الرقابي وتوفير كل ما يتطلبه الأمر بتوفير الإسبرات وكل المدخلات الخاصة بالنقل، كما يلقي البعض باللائمة على ارتفاع أسعار قطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى خروج قطاع كبير من الخدمة. وفي ظل هذه الأزمة تجسدت أفظع أشكال الاستغلال للمواطنين، إذ يتمنع أصحاب المركبات العامة عن نقل المواطنين إلا وفقا لما يفرضونه من تعريفة مضاعفة دون مسوغ قانوني، فضلا عن تقسيم خط السير، مما يدفع المواطن إلى استغلال ما يصل إلى 4 أو 5 وسائل نقل ليصل إلى وجهته التي كان يقصدها بمركبة واحدة وفقا لخط السير المصدق من الولاية. ويبدو أن أزمة المواصلات التي تعتبر أحد تركات النظام السابق ستشكل تحدي للبرامج المعلنة والتي تعلي من مبدأ زيادة الإنتاج، وهو ما سيتراجع إذا لم تحل هذه المشكلة. فالمواصلات التي يعتمد عليها ما يصل إلى 70% من قاطني الخرطوم باتت هاجساً يحول ما بين المواطنين وتحقيق هدف الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع التواصل الاجتماعي الذي كان سمة من سمات الشعب السوداني. ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في مجال النقل المهندس أسامة حسن كنتيباي. بداية باشمهندس مساء الخير، يعزو البعض الاختناقات المرورية في الآونة الأخيرة في ولاية الخرطوم إلى أسباب بنيوية، وآخرون يعزونها إلى غياب سلطات المرور عن لعب دورها في تنظيم حركة السير وتوقيف المخالفين لاستخدام الطريق. ما تعليقك على ذلك؟ السلام عليكم وشكرا سوداني 24. حقيقة كلامك ده حقيقي في أنه فعلا في مشاكل بنيوية، لكن ماشي في طريق حلول، انه في شوارع محفره وبدت الولايه في صيانتها، دي واحده من الاسباب. السبب الثاني الكثافه بتاعت العربات، دي واحده من الاسباب بتاعت الازدحام المروري. زياده العربات بصوره كبيره جدا، الاحصائيه بتقول انه في اليوم بتترخص 300 عربيه. نعم. ولايه الخرطوم في نفس الطرق تجي تنزل وتشتغل في نفس الطرق القديمة. نعم. واحدة من الأشياء الوقوف الخاطئ، سلوك السائقين وقوفهم الخاطئ في الشارع، يعني الواحد يكون سايق العربية ماشي في الشارع غير ينزل لك يجي في نص الشارع ينزل، يخلق زحمة وراه، والزحمة دي تحصل تراكم وعشوية الشارع يتقفل كله عشان تاني يفتح دائرة وقت كثير. الحاجة واحدة، حاجة أخرى، شيء آخر هو الفريشين. ما في أي نظام في داخل ولاية الخرطوم، والدولة ما قادرة تسيطر على الفريشين، ودي مسألة فيها يعني مسؤولية مباشرة لولاية الخرطوم في إزالة المسألة دي. المواطنين نفسهم عندهم دور، السلوك بتاعهم في إنه في يقفوا في بالذات في الحتات اللي بيكون فيها، لأنهم مساكين واقفين في الحر دارين مواصلات، بيضطروا يقفوا في داخل شارع على الغلط في نص الشارع، وده بالتالي بيعوق المرور وبيقلل بيزيد من الأزمة المرورية وكذا. أنا حقيقة نفس المرور أنا لاحظت يعني في الفترة الأخيرة دي إنه في زيادة كبير جدا في التقاطعات، يعني وأنا بحيي من هنا رجال المرور
يا المرودر يا أخواننا والله لو ما بيجوا في إيد تحسي بتعتبروا إنهم سيئين، لكن والله لو هم ما في الخرطوم دي تبقى غابة، لأنه حقيقة يعني الشغل اللي بيعملوه مجهود كبير مغدر، فالناس بس للأسف الشديد ما قاعد تشتغل بالقانون وما قاعد تشتغل بالالتزام الأخلاقي تجاه الآخر الماشي في الشارع. نعم يعني أيضا انعدام المواصلات مهندس أسامة، معاناة الناس اليومية في التنقل وسخطهم على هذا الحال يمثل تحدي كبير للحكومة، حكومة الثورة. برأيك ما الذي يمنع الحكومة من إلى هذا الملف الاهتمام الكافي وتبني مئات المقترحات والأفكار التي تخفف من وطأة الأزمة؟ يا عزيزي أزمة المواصلات الحاصلة في الخرطوم يوم الليلة دي أزمة يعني حلها بيتمثل في إنه في السياسات. أول حاجة يعني لازم الدولة تتخذ قرارات مهمة جدا على أساس إنها تغير الحال الحاصل. يعني هل الدولة تنظر إلى هذا الملف بأنه ملف مهم؟ يعني لماذا لم تتخذ قرارات صارمة أو قرارات مؤثرة إلى الآن؟ القرارات الصارمة دي أنا بيني وبينك شايفة أنا إنه الحكومة خايفة، لكن حقيقة لو جيت ل تخافوا من ماذا يعني باشمهندس؟ خايفة من زيادة تعريفة النقل. نعم. زي ما هي حسي خايفة من زيادة سعر البنزين والجاز ورفع الدعم. هي القصة دي ما ده العلاج بالكي. نعم. دي وجهة نظري يعني. كويس؟ يعني أنت تقول أنه إذا أصدرت الحكومة قرارات تنظيمية صارمة يجب عليها أن يعني أن ترفع من قيمة التذكرة يعني أو من قيمة الراكب. لازم أنا بالنسبة لي لازم مسألة تحصل، لأنه يا جماعة أنا عندي إحصائية سنة 2010. نعم. كان في الخرطوم دي سنة 2010 كان في 59 ألف حافلة مسجلة. دي مسجلة بصورة رسمية موجودة في السجلات. نعم. 2013 العدد ده يتناقص يوم الليلة في 15,000 حافلة، وذلك بسبب تدني التعريفة. يعني الناس ما قالوا الحفلات دي مشت وين، كويس؟ بسبب تدني التعريفة ربما هو السبب الرئيسي لذلك. التعريفة واحد من الأسباب طبعا. نعم. بعدين نحن عشان نعالج المسألة دي، كويس، مفروض الدولة تيجي تراجع التعريفة بحساب التكلفة. حسي حقيقة الراكب بيركب الخط، السواق بيقسم الخط على كم قطعة، يمشي من حتة ينزل الركاب في حتة، بعد شوية يمشي نفس الركاب من نفس الحتة ذاتها لحتة ثالثة، فبيبقى شنو؟ اكشوالي هم بيدفعوا، حقيقة هم بيدفعوا قروش أكثر من القروش ممكن الدولة إذا حسبت حساب حقيقي للتكلفة تدفعها اليوم. وبعدين الدولة مسؤولة بعد ذلك لما تعمل حساب تكلفة بإنشاء خطوط وإجبار الناس عليهم، شو زي المسائل دي يا جماعة كانت موجودة، حسي بقت ما موجودة، القصة دي جايطة جدا. يعني هل هذا مبرر؟ يعني أنت تحدثت عن تجزئة الخط، يعني هو باعتباره تحايل ومخالفة صريحة يعني توقع فعيلة تحت طائلة العقاب، يعني هل أنت ترى مبررا لذلك؟ أنا يا حبيبي أنا حسي أنت بتتكلم عنها هي مخالفة. نعم. والمخالفة دي لازم يعاقب عليها زور المخالف. ما قاعد تحصل، ما بيحصل، لانه ده اربع شويه لو طلع لك من الشارع حيخلق لك ازمه اكبر. نعم. يعني احنا حقيقه لغايه 2010 ما كانت في ازمه بتاعت نقل ركاب داخل ولايه الخرطوم، لكن كان في ازدحام مروري. نعم. والازدحام المروري ده نتيجه له تم انشاء شركه مواصلات ولايه الخرطوم، اللي هي بدات بخطه كانت طموحه جدا، لكن للاسف السياسه دخلت فيها وفي ادارتها وكذا، فعشان كده فشلت في انها تعمل شغل مرتب ينقذ الحاله بتاعت المواصلات ونقل المواطن في الولايه. نعم. للازمه اكثر من شق، يعني ففيما يلي شق شركه المواصلات العامه، اقترح المدير العام للشركه الوصول بعدد الباصات العامله الى 1000 وتغيير مواقيت دوام العمل الرسمي. هل تعتقد ان هذه أو هذه الحلول هي كافة لحل الأزمة أو على أقل تقدير التخفيف من حدتها؟ واحدة من الحلول اللي أنا براها هي زيادة المواعين بتاعت النقل. نعم. والزيادة بتاعت المواعين بمواعين كبيرة، لأنه البص الواحد بيشيل لي حمولة بتاعت أربع حافلات، ويسو بيحتل لي مساحة في الشارع
أقل من الأربع حفلات، فبالتالي يعني بيقلل من الازدحام المروري. يعني ماذا عن تغيير مواقيت الدوام؟ يعني هل ضرورة لذلك؟ تغيير مواقيت الدوام هل هذه ضرورة؟ والله أنا شخصيا ما شايف ضرورة. نعم. ما هو كانت الناس شغالة وما كان في مشكلة، يعني أنا ما شايف ضرورة، لكن زيادة المواعين دي ضرورة ضرورة. كويس، الشركة عندها إمكانية بتاع زيادة مواعين بوسيلتين، إما استيراد بصات جديدة أو صيانة البصات الموجودة عندها. والبصات الموجودة عند الشركة حسب العدد بتاعها كبير، يعني زي 700 بص تقريبا حسب الإحصائية اللي بيقولوها هم وكده. فدي واقف شغالة فيها نسبة ضئيلة جدا ممكن صيانتها، فالدولة لازم توفر صيانة للبصات المتوظفة كخطوة أولى وسريعة، وتزيد التعريف للشركة ذاتها. كويس، والطريقة طبعا الشغالة لها الشركة أنا ما أعرف بعد الإدارة الجديدة حصل فيها تغيير ولا لا، لكن أنا شخصيا أفتكر إنه الدولة تستورد عربات وتجي تأجيرها لسواقين اللي ما تتخلد عن مسؤوليتها تجاه المواطن السوداني. الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة، والمسألة بتاعت النقل دي يعني يا جماعة واحدة من أسباب استتباب السكينة العامة في المدن. في مدينة زي الخرطوم فيها زي 9 مليون نسمة، يعني بالضرورة الدولة تضع يدها على المسألة دي. يعني احنا في مرفق النقل العام اللي هو ده عندنا شركة مواصلات ولاية الخرطوم، كنا بنسعى في انه نوفر خدمة بتاعت نقل مريحة للراكب وتكون خدمة منتظمة وراتبة، وفي نفس الوقت التعريف تتناسب مع متوسط الدخل. نعم. يعني أيضا يعني مهندس أسامة، يرى خبراء في مجال النقل أن هناك يعني شق آخر للأزمة، هو شق تنظيمي وإجرائي لا يكلف مالا، من سبيل تحديد خطوط ومسارات لمركبات النقل، إلزام العربات الخاصة بدفع رسوم للدخول إلى وسط المدينة كما في عواصم عالمية عديدة. ما الذي يمنع الأخذ بمثل هذه الأفكار، وهل ترى أنها يمكن أن تساهم في حل الأزمة فعلا؟ احنا يا اخي عندنا تاريخ ثر في نقل العام في السودان. نعم. من بدايه يعني الترماج كان من اوائل الدول اللي دخلت الترماج كان الخرطوم، كويس، كوسيله نقل عام. كانت عندنا شركات بتاعت نقل عام مرتبه وكده، كل مره ينهار بعد ذلك تاخذ فتره تجي واحده اخرى بعدها. كويس، احنا يعني بالنسبه لنا المساله بتاعت النقل العام دي مساله بتاعت مانجمنت اداره، يعني حقيقه الخلل اللي حصل خلل كان بتاع اداره ما لا اكثر ولا اقل. نعم. حسي عندنا فرصه في انه نعالج المساله دي اذا توفرت النيه الخاصه وكده من الدوله لحل المشكله. يعني هل ال 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 الشقة التنظيمي والإجراء، يعني هل لا توجد مشكلة في شركة المواصلات تنظيميا؟ أنا لما تكلمت قبل قلت لك إنه كان في نظام وفي سيستم وفي خطوط، يعني حتى لغاية قريب ده يعني كانت معروف مثلا الحفلات خط الكلاكلة عنده علامة مميزة، خط كده ما في زول بيطلع من الخط بيغرموه ويحصل عقاب. نعم. وده ضروري جدا، العقاب ضروري جدا لأنه ده جهلة كبيرة جدا، الناس ما واعين بالقانون، عشان كده لازم يكون في عقاب. يعني حسي انت ماشي في الشارع، انا حسي قبل شويه جاي ماشي في الشارع قدامي واحد راكب موتر بيتكلم بالموبايل، يعني تخيل. نعم. سايق موتر بيتكلم بالموبايل، كويس، بتلقى ركاب المواصلات بالذات ناس الحفلات بيعكسوا الشارع، ما في زول بيسالهم، كويس، بيمشي في الاسلوب احمر، كويس، ما في دي حتات بتاعت غصور مفروض شرطة المرور تعالجة. نعم. يعني دين حتتين لازم يتعالج. قلت لك كان في كل الخطوط كانت معروفة ومحددة، إذا أي واحد طلع من الخط بتاعه بيتعاقب، في أي زول شغال الستيكر ذاته الملصق في الحفلات اللي بيلزمنا بالخطوط ده بقى ما في. فبدت في فوضى، يعني الفوضى دي لازم تزال، ودائرة يعني وقفة قوية جدا لتنفيذ القانون بس لا أكثر ولا أقل. يعني نعم، يعني مع أن الأزمة طالت لكن لم يشهد الناس خطوات عملية لحلها، رغم قرارات كانت صدرت من نقل المواطنين عبر العربات الحكومية وهو قرار لم يبصر النور. هل ثمة حلول إسعافية وسريعة لهذا الملف
غير الصيانة التي تكلف ما يناهز ال 400 ألف دولار بحسب يعني مدير شركة المواصلات العامة، أو يعني بانتظار استيراد المزيد من الباصات العمومية؟ العربات الحكومية العادية دي بتاعت الوزارات دي ما حل. الحل ممكن في ساعة الذروة العربات بتاعت الجيش، لأنها دي بيجي الشغل بدري جدا وبكون عربات واقفة ساكن لغاية آخر النهار. نعم. دي حل، لأنه الجيش عنده عربات بيرحل العساكر بتاعهم. لكن أي مصلحة حكومية ثانية ما تكون عندها ذات وسائل بتاعت نقل كبيرة كده عشان تقدر تعمل غفزة في الحتة دي. إذا هو قرار لا تأثير له على الإطلاق يعني. يعني هذا القرار ليس يعني في اي تاثير على الاطلاق يعني. اي طبعا. نعم. يعني باشمهندس اسامه، يعني هذا القرار الاخير الذي اطلقته الحكومه بترحيل المواطنين عبر العربات الحكوميه، لماذا تلوح الحكومه بمثل هذا القرار اذا كان ليس له تاثير؟ يعني هل هو قرار مدروس ام خرج فقط من مسؤول واحد؟ والله انا بفتكر القرار ده ما مدروس. انا واحده من الحلول للازدحام المروري الحسي حاصل ده في البلد، بقترح انه العربات الخاصه يشتغل يوم بالرقم الزوجي ويوم الرقم الفردي، وده قرار كان شغال في دول كثيره جدا في العالم وحتى في اوروبا ذات كده. ده بيقلل من الازدحام المروري ويخفف من الحركه في وسط المدينه وكده. يعني قصص انه يدفعوا الناس قروش، فيما قروش بتاعت الوقوف دي موجوده طبعا في الدنيا كلها. حتى في كل الدول المتقدمه يعني. لكن الحل الامثل اللي انا شايفه اللي ما بيكلف قروش للناس انه العربات الصغيره تشتغل يوم الارقام الزوجيه ويوم الارقام الفرديه. كده بتكون نص العربات الماشيه في الشارع انت وقفتها اجباريا. يعني ماذا تعني ب ب ب ب ب يعني المركبات بالارقام الفرديه والارقام الزوجيه؟ ايوه، يعني ماذا تعني بذلك؟ يعني انا ما افهم. يعني العربيه مثلا فيها 5 ارقام. نعم. اخر رقم على يدك اليمين فردي. نعم. بيجيف الليله السبت الفردي ما يشتغل، يشتغل 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 بكره الاحد، الاحد الزوجي ما يشتغل. يعني هذا يعني بالنسبه للمركبات العامه. الخاصة، نتكلم عن المركبات الخاصة. المركبات الخاصة تقلل الازدحام. يعني ما انت حسي عندك برضه ازدحام، يعني حسي الحافلة الزول بيركب الحافلة عشان يمشي يصل حتته المحطة بتاعته، اذا من الخرطوم لمدرمان بدل يمشي فيه نص ساعة بقى يمشي في 3 ساعات. دي المسألة دي عايشينها كلها، وحسي احنا بقينا نص اليوم راكبين في جوا العربات عشان تمشي اقل مشوار بتاع نص ساعة تمشي في ساعتين. دي واحدة برضه من المشاكل الكبيرة اللي عطل حركة النقل العام. يعني مهندس أسامة، يعني مهندس أسامة، أنت يعني أنت تقول أنه مثلا يعني أنه يمكنني أن أستخدم سيارتي في أيام معينة خلال الأسبوع. زي السيارة الخاصة. السيارة الخاصة. أيوه. نعم. استخدم السيارة الخاصة يوم ويوم ما تستخدمها. نعم. سؤال أخير، يعني سمحت ولاية الخرطوم في وقت سابق بدخول المركبات الخاصة في مجال النقل، ونحن تحدثنا يعني نحن نتحدث الآن عن المركبات الخاصة، ولاية الخرطوم سمحت بدخولها في مجال نقل المواطنين، ولكنهم أصبحوا غير مقيدين بلوائح المواصلات ويفرضون قيمة عالية. على من تقع هذه المسؤولية في تصحيح مثل هذا الوضع وبأي الوسائل؟ كرر سؤالك، ما سمعتك انا. ال- 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 يعني حكومه الولايه، حكومه ولايه الخرطوم في وقت سابق سمحت بدخول المركبات الخاصه، يعني هي نفس القالب، يعني نفس قالب المركبات العامه التي تستخدم في المواصلات ولكنها مرخصه ترخيص خاص. الحكومه سمحت بدخولها في مجال نقل المواطنين، لكن هم غير مقيدين بلوائح المواصلات ويفرضون قيمه عاليه. على من تقع هذه المسؤوليه في تصحيح مثل هذا الوضع وباي وسيله؟ بالضروره تقع على الحكومه اللي صدقت لهم دي وسمحت لهم بانه يشيلوا الناس بمزاجهم يعني. وفي الاخر، في الاخر الجمره واطيها المواطن المسكين العادي الماشي في الشارع ده. هو بيتعرض لابتزاز من اصحاب المركبات بصوره شبه يوميه. نعم. وفي الاخر هو اللي بيدفع الثمن. عشان كده الدوله لازم تكون مسؤوله مسؤوليه تامه تجاه المواطن بتاعها. وانا بفتكر انه الدوله لازم برضه تدعم القطاع الخاص وفي نفس الوقت تدعم النقل العام بتاع الولايه، لانه دي مسؤوليتها. يعني بعد ذاك الدوله طبعا يا اخ
في الدول، اذا اخذنا الجانب الاقتصادي بتاع النقل العام، في الدول الاشتراكيه النقل العام الدوله بتتولى النقل العام بالكامل، تتحمل خساراته. النقل العام ما رابح، ما مربح، قطاع خدمي. دي مثلا الناس المفروض يفهموها بصوره واضحه جدا. نعم. القطاع الخدمي ده لازم في الدول الغربيه عنده ثلاثه وسائل بتاع التشغيل. الوسيله الاولى انه الدوله تجيب قطاع خاص زي ما دي البوليسي او السياسه العامه في الدول الغربيه الراسماليه. القطاع الخاص بتولى اي شيء بتقوم بتديه اعانه اجماليه. نعم. كويس، عندك 500 عربيه مشغله في الشركه بتاعتك، ال 500 عربيه احنا بنديك، بيكونوا طبعا المساله هناك محسبه حساب دقيق. كويس، سعر التكلفه محسب حساب دقيق ومعروف انك انت هتشتغل قد شنو كده، بيدوك مبلغ في السنه كده تشتغل بالخطه اللي بيحددوها لكم اللي انت وافقت تشتغل عليها. يعني الحاجه الثانيه، في دول بتدي نسبه مئويه، يعني مثلا بيدربوا التكلفه كم بيشوفوا بعد ذاك عشان انت تحقق ربح، يدوك مثلا 20% زياده 25% كده يعني. كويس. ف النظام الثالث ده الدوله تقوم تتولى اي حاجه، تجيب كل تجيب العربات اول حاجه، البنى التحتيه لازم تشغل العربات دي كلها توفرها من ورش ومحطات. والمحطات دي بالمناسبه دي عندنا فيها وقفه، يعني احنا واحده من الاشكالات برضو الحاصله في البلد انه الناس ما بيلتزموا ناس النقل العام يجيبوا في المحطات. انا سكت بص وقلت اشوف الباص ده بينقل كم راكب على حسب الدراسات اللي عملناها النظريه. سكت بص من الكلاكلة الوحدة لغاية الخرطوم، لقيت بمشي في ساعة، ماشي الليجا الواحدة الفردة الواحدة في ساعة، وبجي في ساعة. لقيت الناس اللي أنا أبيت أشيلهم ما واقفين بين المحطات، ولسه كنت ملتزم أجيب في المحطة. لقيت الناس اللي أنا ما شلتهم في الفردة الواحدة أكثر من 40 راكب. والبص اساسا بيشيل كم 40 راكب، كويس؟ ففي الاخر المساله دي مساله مهمه جدا. ف بالنسبه للموضوع بتاع يعني شكرا. الموضوع بالنسبه للموضوع بتاع الحاجه الثالثه دي انه الدوله توفر كل الاشياء وتقوم تجيب شركات استشارية أو جهات استشارية تدير المشروع، ناس يكونوا متخصصين. شكرا. نشكرك كثيرا يعني باشمهندس حسن أسامة حسن كنتباي، خبير في مجال النقل، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك.